إضراب حاليا في مدينة فاس بخصوص قضية تلقيح. منور اخواني منورين، تحياتي. هذه مسيرة احتجاجية بسبب فرض تلقيح. فرض تلقيح اخواني اخواتي. هذا هو السبب. السبب الاضراب اخواني هو ان التلقيح اصبح مفروضا. الطفل لا يدخل لاي مكان حتى يدلي بجواز التلقيح، سواء كان عمره حتى 10 سنوات لا يدخل المدرسة. لذلك تم فرض هذه المسائل إخواني أخواتي. تحياتي وبالتوفيق إن شاء الله، أمسية سعيدة بسبب فرض جواز التلقيح على الجميع.